السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طرت لي عندنا لا كونجوغيزون من الوحدة الأولى الأسبوع الأول صفحة رقم 15. العنوان ديال الدرس لو باسي لو بريزون اي لو فوتور، يعني الماضي المضارع والمستقبل لو فوتور، يعني اللي عاد غادي يجي. اوبجيكتيف الهدف ديال الدرس هذا ديفيرونسيي لو باسي لو بريزون اي لو فوتور، يعني نفرقوا ما بين الماضي وما بين الحاضر وما بين المستقبل. سو كو جو سي ما اعرف، رقم واحد كومبليت لي فراز اتمم الجمل. لاني ديرنيير السنه الماضيه، السنه الماضيه جيتي اون كلاس دو 3ييم اني، يعني كنت في القسم الثالث. جيتي اون كلاس دو 3ييم اني. مانتونون الان je suis en classe 2، يعني الان انا في القسم اش من قسم، يعني في القسم الرابع بطبيعه الحال. je suis en classe de 4ème année، يعني غادي نكتبوا je suis en classe de 4ème année لاننا دابا في القسم الرابع 4ème. L'année prochaine, السنة المقبلة، السنة المقبلة، السنة اللي جاية. L'année prochaine, je serai en classe، يعني غادي نكون في القسم اش من قسم، إذا دابا في القسم الرابع، يعني السنة المقبلة القسم الخامس. Je serai en classe de 5ème année. إذن هنايا عندي في لاني ديرنيير هادي كتعبر لي على لو باسي، يعني السنة الماضية كنت في القسم الثالث. مانتونون الآن كتعبر لي على لو بريزون، يعني هنايا هاد الجملة هادي في لو بريزون. لاني بروشين يعني السنة المقبلة، هذا سي لو فوتور. جو ريفليشي اي جو مانيبول. Hier, يعني البارح، maman a préparé، يعني ماما حضرات أو صوبت des gâteaux au miel، صوبت gâteaux بالعسل، des gâteaux au miel. Aujourd'hui، يعني اليوم، هذا اليوم، papa achète de la menthe fraîche، يعني بابا كيشري النعناع طري، de la menthe fraîche، et du thé vert. Ou chai l'akhdar. Demain, yani gadan, ma tante, yani amti aw khalti, ma tante prendra le thé avec nous, yani ghadi tchrob ma3na atay. Ma tante prendra le thé avec nous. La deuxième question, combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Ni chhal andi men jumla fhad nnss hada. نحنا فاش قرينا الدرس ديال الغرامير، الدرس اللي قبل ديال الغرامير، شفنا لا فراز، عرفنا بان لا فراز كتبدا افيك ان ماجيسكول، كتبدا بماجيسكول وكتنتهي بنقطه ببوان، اذا وكتكون عندها واحد المعنى. اذا عندي هنايا ايغ مامو ا بريباري دي غاتو او ميل، حد هنا عندي اون فراز. ثانيه اوجوردي بابا اشيت دو لا مونت فريش et du thé vert. هاد الثانيه اللي حد هنا عندي الجمله الثانيه. demain ma tante prendra le thé avec nous، هادي الجمله الثالثه. donc il y a trois phrases. dans السؤال الثالث، dans chaque phrase souligne le mot qui exprime une action، يعني في كل جمله غادي نسطرو على الكلمه التي تدل على الفعل، كي اكسبريم اون اكسيون. اذا عندنا hier maman a préparé، فين هو a préparé des gâteaux au miel، فين هو الفعل في هذه الجمله هذه a préparé. اذا غادي نسطرو على a préparé. عندي الجمله الثانيه aujourd'hui papa achète de la menthe fraîche et du thé vert،
إذا الفعل اللي عندي في هذه الجملة هذه هو أشيت. Ma tante prendra le thé avec nous. يعني عمتي غادي تاخذ أو لا غادي تشرب أتاي معنا. غادي تشرب أتاي معنا. Prendra. إذا غادي نسطرو على prendra. إذا هذا هو الكلمات اللي كتدل لينا على الفعل. يعني غادي نسطرو على الأفعال. رقم 4. Dans chaque phrase, entoure le mot. يعني في كل جملة غادي ندورو entoure le mot qui indique quand se passe l'action. غادي ندورو على الكلمة اللي كتبين لينا فوقاش يعني الوقت ديال 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 الفعل. يعني الوقت ديال الفعل. إذا هنا عندي في الجملة الأولى hier يعني البارح، يعني كتبين بأن هذا الفعل هذا يعني فوقاش حضرات ماما الكاطو، حضراتو البارح. إذا هذا هي الكلمة اللي كتبين لي الوقت. إذا عندي hier هنا entour. إذا غادي ندورو الجملة الثانية عندي aujourd'hui. يعني هذا اليوم، يعني هاد الكلمة هذه هي اللي كتبين لي فوقاش بابا شرا النعناع والشاي الأخضر. إذا هنايا aujourd'hui غادي ندورو على aujourd'hui هذا اليوم، يعني أن فوقاش شرا هذا اليوم. و الجملة الثالثة demain ma tante prendra le thé avec nous. إذا فين هي الكلمة اللي كتبين لي الوقت اللي فوقاش غادي تاخذ عمتي او خالتي معنا اتاي او غادي تشرب معنا اتاي. دوما هو غدا. لا كيسيون نيميرو 5. كلاس لي مو دون لو طابلو. يعني غادي نرتب هاد الكلمات هادو في الجدول. عندي hier البارح، maintenant الان، avant قبل، demain غدا، aujourd'hui اليوم، en ce moment في هذا الوقت، plus tard يعني من بعد، la semaine dernière الأسبوع الماضي، l'année prochaine السنة المقبلة. إذا عندي هنا passé يعني الماضي، présent الحاضر، futur المستقبل. إذا hier فين غادي نديروها في le passé لأن البارح. Maintenant, on dira le présent. Avant, le passé, قبل. Demain, le futur, غدا. Aujourd'hui, هذا اليوم يعني هذا النهار. Aujourd'hui. En ce moment, c'est-à-dire le présent. Plus tard, le futur. La semaine dernière, le passé. يعني الأسبوع الماضي. dernière لا هنا ما كاينش لاكسون dernière، هنا كاينه لاكسون dernière. عندي l'année prochaine غادي نديروها في لو فيتور. دابا سو كو جي ابري، يعني ماذا تعلمت. كومبليت لا ريغل، يعني غادي نكملو القاعده، اتميم القاعده. افيك سي لو بريزون، سي لو فيتور، سي لو باسي. سي لو بريزون يعني انه الحاضر، سي لو فيتور انه المستقبل، سي لو باسي انه
الماضي. L'année dernière, السنة الماضية. J'étais en classe de troisième année. يعني كنت في القسم الثالث. إذن هذه شنو كتعني لي؟ كتعني لي لو باسي الماضي. سي لو باسي. إذن غادي نكتبو سي لو باسي. Maintenant, الآن, je suis en classe de quatrième année. C'est le présent. C'est le présent. L'année prochaine, je serai en classe de cinquième année. غادي نكون في القسم الخامس. إذن هذا le futur. C'est le futur. المستقبل. Je vérifie mes acquis. يعني أقوم مكتسباتي أو تعلماتي. Je vérifie mes acquis. La question numéro 7. Souligne les phrases qui sont au passé. يعني غادي نسطرو على الجمل اللي هما في الماضي. إذن نقراو بعدا الجمل. La semaine dernière, الأسبوع الماضي. Ma tante, يعني عمتي أو خالتي, nous a invité, يعني عرضت علينا, au mariage de ma cousine, عرضت علينا العرس ديال ma cousine, يعني بنت عمتي أو بنت خالتي. يعني إلا كانت هاد ma tante, يعني هي عمتي, غادي تكون هاد ma cousine, بنت عمتي, de ma cousine. Hier, البارح, papa a acheté, يعني بابا شرا, un joli caftan, يعني واحد القفطان زوين. Pour maman, maman chère la qaftan zwin, chère la maman qaftan zwin pour maman. Demain, elle garda, elle le portera à cette occasion. Yani ghadi tlbso had le katani li le qaftan, yani ghadi tlbso bhad el munasaba, fi hadihi el munasaba. Idan hna ghadi nstro hna el jumel li huma fi el passé. Chnou kanlahda hna andi hnaya la semaine dernière, yani el asbou' el madi, yani had el jumla hadi hiya في الماضي. ثانيا hier papa a acheté un joli caftan pour maman. حتى هذه الجمله في الماضي. demain elle le portera à cette occasion. غدا يعني هذه ماشي في الماضي, هذه راها في الفيتور. دي جوج ديال الجمل اللي هما في الماضي وحده في لو فيتور. اذا الجمله الاولى غادي نبداو الجمله الاولى. la semaine dernière maman ma tante nous a. إذن هنايا والكمالة ديالها حد انفيتي او مارياج دو ما كوزين. حد هنا هذه جملة, هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية إيير. الجملة الثانية كتبدا من هنايا إيير بابا أشوتي أن جولي كافتون بور مامون. حد هنا الجملة الثانية, هذه الجملة الثانية. إذن حنايا سطرنا على الجملة الأولى والجملة الثانية. La question numéro 8. Écris une phrase. يعني غادي نكتبو جملة. Maintenant. يعني الآن. غادي نكتبو شي جملة. مثلا نقدرو نقولو maintenant. Je fais mes devoirs. يعني الآن أنا كنصاوب الواجبات ديالي أو كنصاوب التمارين ديالي. Maintenant je fais mes devoirs. نقدروا نزيدوا شي جمله اخرى نقولوا maintenant. هما قالوا لنا غير وحده ولكن نقدروا نزيدوا maintenant, يعني باش نكثروا الامثله. maintenant نقدروا نقولوا j'écris, يعني الان انا كنكتب جمله. j'écris une phrase. Maintenant, j'écris une phrase. هنا غادي نحيدو ديك الاو لان ما يمكنليناش, خصنا نديرو ابوستروف. j'écris une phrase. دابا هكذا كنكونو سالينا الصفحه ديالنا ديال لا كونجوغيزون. الى الحصه المقبله ان شاء الله.